اوكي في الفيديو ده هنعمل دوبليكيت للسمارت اوبجكت انا عندي مجموعه من السمارت اوبجكت خدت منها ثلاث نسخ تقريبا ادي النسخه وادي النسخه ودي طبعا الاساسيه اللي هي ركتانجل 1 وادي النسخه الثانيه وادي النسخه الثالثه خلينا نروح للفيديو اوكي انا عندي الصورة دي جبتها من جوجل تقريبا خليني افك اللينك بتاعها ودلوقتي عايز احدد التليفون فهروح لل Object Selection Tool ويخليني احدد التليفون بالشكل دا وكليك يمين وهاخده Layer فيا Copy اوكي وهخفي الباك جراوند ودلوقتي هبتدي ارسم ريكتانجل على الشاشة بتاعة التليفون ممكن اديها Corners بالشكل ده عشان تظبط بس مع التليفون وكمان ممكن اكبرها بس سيكا بالشكل ده وخليني الغي الالوان بتاعتها والستروك ولا خليني اديها لون ابيض علشان السمارت اوبجكت يبان فيها ودلوقتي هعمل لها سمارت اوبجكت ودبل كليك وبشكل عادي جدا اروح اجيب الصوره اللي انا عايز احطها في السمارت اوبجكت فبليس لينك هختار اول صورة بالشكل ده وهيخليني ابتدي اصغر الجزء ده ومن هنا واوكي ودلوقتي اعملها لها كليبنج ماسك وهيخليني ترم علشان يشيل كل الاجزاء الترانسبيرنس وسيف وهقفلها هاجي الاقي السمارت اوبجكت وعادي جدا ابتدي اعمل ستورت علشان اظبطه على الشاشه بتاعه التليفون بالشكل ده اوكي بعد ما ظبطته بالشكل ده على التليفون خليني اروح اجيب نيو سمارت اوبجكت ڤيا كوبي ودبل كليك وهغير الصورة بشكل عادي جدا اجيب الصورة الجديدة بليس لينك وخليني اجيب الصورة التانية من هنا وهمسح الصورة الاولانية وهعمل كليبنج ماسك مع المستطيل بالصورة التانية بكده بقى عندي النموذج التاني او السمارت اوبجكت التاني خليني اخد التليفون ده كوبي واحطه في الباك جراوند بتاعه السمارت اوبجكت التاني اوكي طيب دلوقتي هاخد نسخة تانية من التليفون او نسخة تالتة ونسخة تالتة من السمارت اوبجكت فيا كوبي وخليني انقلها عند الشاشة التالتة ودبل كليك ونفس ما عملت في المرة اللي فاتت بليس uh, لينك او امبيدد مش هيفرق كتير ويخلينا نجيب الصورة التالتة وبعدين همسح دي وهعمل كليك يمين وبعدين كرييت كليبنج ماسك وسيف واكزت وبالشكل ده بقى عندي التلاتة سمارت اوبجكت خليني اعمل لينك بين اللير وبين التليفون ويطلعهم فوق ونفس الموضوع اللينك وطلعهم فوق ونفس الموضوع خليني اظبط دي سيكا كده ونفس الموضوع التليفون مع الاوبجكت دوت وخليني اعمل له لينك ابتدي دلوقتي بس اظبط الاماكن بتاعتهم بحيث ان دا يكون في الاول وراه ويكونوا دول قدام دوت ويخليني اصحابهم كلهم كده وهبتدي دلوقتي ان انا ما اظبط الباك جراوند بتاعه الفريم كله او بتاعه البروجكت كله فانا هخفي دول وهخليني دلوقتي اعمل لير جديد وهادي له مثلا لون من هنا اللون الغامق ده بالشكل ده ويكون دي اللون بتاعة اللير اللي تحت وهختار اليبس طول مثلا من هنا وخليني أرسم دايرة بالشكل ده ممكن أديها إنجريدينت بين درجة غامقة ودرجة الفتحة شوية بتاعتها وتعالى نعمل كده ونقول له اديها جريدينت هنا اوكي طيب اعمل دي او كنترول دي وهروح للفلتر وهقول له الجاسن بلر ونعمل هولي بلر خالص كده اوكي وانا دلوقتي ممكن اعمل لير تاني فاضي او ماسك قصدي آه, وبعدين خليني اجيب الجريدينت الابيض واسود وهبتدي بس اخفي التدرجات اللي فوق شويه بالشكل ده ممكن دلوقتي اعمل لير تاني وهرسم كمان دايره خلينا نجيب نفس التول ارسم كمان دايره وممكن اجيب الجريدينت تاني وابتدي بس كده اعمل كان في منظور في في الباك جراوند يعني في الخلفيه اوكي بالشكل ده طيب دلوقتي ممكن ابتدي اظهر التليفون وهيخليني اديله مثلا الديفايد ونفس الموضوع ابتدي اظهر كل اللايرز دي وخليني اعمل دول جروب وده كمان جروب وده كمان جروب وهاخد كوبي من التليفون واسحبه للشمال ورا التليفون ده ويكون مظبوط كده اوكي ونسخه تانية بيخليني اسحبها في اليمين للتليفون ده اوكي اوكي كده مظبوط طيب انا عندي الحدود البيضه دي عايز اتخلص منها فدبل كليك وهبتدي اشيل الابيض من الـ current layer اللي انا واقف عليه مش من الاندر اوكي بالشكل ده ابتدوا يختفوا معايا وده كمان خليني امسحه كده بالشكل ده اوكي وصل معايا كويس اوكي وده كمان بنفس الطريقه اوكي لحد هنا كويس ممكن ابتدي اجيب درجه مثلا اغمق سيكا واعمل دي تكون اغمق و جديد وهات البرش واكبرها شويه وانعمها قوي واخليها مثلا تكون بالشكل ده اديها بس تكه هنا تكون بس افتح درجه بسيطه افتح في الخلفيه ونشوف بالشكل ده اوكي وده كان السمارت اوبجكت